توضيحات أساسية التي من شأنها أن تعطي على مستوى هذا العمل. إذن بدأت هنا على مستوى هذه العملية للحفظ الشديد لدخول الأجهزة. السلام عليكم. متابعين جريدة صوت العدالة، احنا كنتواجدوا في بمدينة القنيطرة في مقبرة الرضوان، كنتفاجئوا بواحد الخبر ديال ان شي ميت سمعوه كيدق في القبر ديالو، ودابا كلشي حاضر. استنفار كبير للأمن الوطني والسلطات. كما كتشوفوا القبر اللي فيه البالا راه هو داك القبر، كيقولوا انهم كيتسناو امر من وكيل الملك باش يفتحوا القبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. استنفار كبير للأمن. كنتواجدوا في مقبرة الرضوان. كيداير بخير؟ السلام عليكم. كنتواجدوا في هذا الأثناء في مقبرة الرضوان في مدينة القنيطرة، عندما سمعنا واحد الإشاعة كتراج بشكل كبير في مدينة القنيطرة، كتقول بأن أحد الزوار جي ترحم اليوم في هذا الصباح على باه والأم ديالو، تغمضها الله وقال المسيح وتغمضها الله وقال المسيح، بدا كيسمع القبر كيتسدح بحال هذاك الميت كيطلب النجدة باش يخرج من القبر. وفورا انتشار الخبر في مدينة القنيطرة كما قلت يا هشام. ولا لا سميت عليه هنا شوية ناقصة الكوكب. شنو عندك نتايا؟ شنو عندك نتايا؟ اللي فيه ديك البالا. أبو أنس المسؤولة عندك إعطاء الصلاحية الكاملة للأجهزة المسؤولة شوية وانتم اللي غادي تعاونونا زعما. الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بها. واه دير الله مرحبا، خذ راحتك، حنا من هنا. انا غنعطينا الكلمه ابو انس.
اجي ابو انس. شو وقع ابو انس الصحفي؟ ابو انس غنقول لكم شنو كاين. طيب انا كباقي الزملاء الصحفيين توصلت بمكالمه هذا الصباح اليوم الجمعه 31 جنفير 2021 اخر ايام فصول هذه السنه بخبرين غريبين جدا، كون انه من خلال زيارة اللي قاموا بها العائلات في يوم الجمعة من اقتراحهم سمعوا حركات في أحد القبور التي ورائي، سمعوا الدقان في القبر، سمعوا الدقان هذه التي تقال لنا المتابعة. وحنا أيضا جئنا هرعنا بطريقة لاحظوا مع أن السلطات الأخت حنان ضربت طوقا أمنيا، تدخلت كل الأجهزة في انتظار قرار وكيل الملك لأن العائلة تطلب جثة فتح القبر، فتح القبر، ولكن هذا يتطلب إجراء قانوني هام على مستوى الأجهزة المسؤولة عن طرف وكيل الملك وكل الأمور من أجل أيضا إثبات هذه العملية. نحن ألتمس منكم أن تبقوا معنا لأننا سنحاول جاهدين من خلال منابرنا أن نعطيكم الخبر اليقين. فتحية الأخت حنان، تحية لكم متابعين الكرام عبر مرسل. شكرا أبو أنس، كان معكم أبو أنس صحفي. كما كيقول لكم انها كينسمعوك شاو شي وحدين يترحموا على الناس الاقارب ديالهم في المقبره، كيكتشفوا بان كيسمعوا واحد القبر فيه الدقان والغواس كما كيقولوا، علموا الاسره ديال السيد اللي ميت. دابا الاسره ديالو كطالب فتح القبر، كاين استنفار امني كبير كما كتشوفوها نتوما على هذا المستوى. وبالتالي دب الخبر على مستوى القناه المغربيه في اطار ايضا التتبع، ونحن ايضا جئنا من اجل تثبيت هذا الخبر. وشكرا للموقع المصري السياسي على هذا التقرير. محمد ابراهيم، صوت العداله كتواجد بالمقبره لتقصي الحقائق. كلشي كيتسنى وايضا هناك لتغطية هذا الحدث الخاص. سأحاول أن أقرب لكم الصورة من القناة.
الخبر الذي وقع فيه نقاش هذا الصباح. يبدو أن العائلة بدأت في عملية الحفر، لكن أوقفت السلطات المسؤولية هذه العملية في انتظار اتخاذ القرارات الأمنية والأساسية من هذه العملية، ومن أجل أيضا إعطاء صورة واضحة. وفي انتظار ذلك ترقبوا من مزيد من التفاصيل. نحن دائما أذكر من يتابعوننا، نحن يوم الجمعة 31 جنفر 2021، آخر يوم من فصول السنة، لكن القنيطرة اهتزت على هذا الخبر الصادم، وفي انتظار كل الإجراءات التي تهم الصيغة القانونية يترقب تفعيل هذا القرار بشكل خاص. إذن مرحبا، سننتظر إجراءات القانونية التي في اتخاذها في هذا الجانب من طرف انا اش غنهضر، ما عنديش اش غنهضر، انا غتبينوا لنا تما. لا ما نبينوش، يعني حنا عايشين في الفوضى، هادشي اللي غتبينوا لنا حنا تما. الحشومه شدوا شدوا اللي معني بالامر، الخبر هو اللي معني. ولا جا كتسول على الصحافه؟ لا هو جا كيسول، شنو باغي يعطي؟ يعطي شي معلومه؟ نحاول نقطع اللايف في انتظار الجديد، في انتظار وصول قرار.